يستذكر أهالي الموصل والعالم أجمع في مثل هذه الأيام ذكرى سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل التي ذاقت من خرابه ما يفوق دمار حرب عالمية لما اقترفه التنظيم من وحشية تجاه البشر والحجر. فقد أباد تنظيم قرى بكاملها ببيوتها ومساجدها وكنائسها ومدارسها ومستشفياتها، وسفك دماء الآلاف من الأبرياء في واحدة من أعرق المدن العراقية والعربية. كان هذا عام 2014. لم تسلم معالم الإسلام من دمار من ادعى حمل رسالة الإسلام، فقد دمر التنظيم واحدة من أقدم المآذن والجوامع في العراق، علامة بارزة ومعلم طالما اشتهرت به الموصل منذ أكثر من 850 عام. نتحدث عن الجامع النوري بمأذنته الحدبة. كما هو الحال، فقد طال الإجرام كنائس الموصل التي اشتهرت بقدمها وعراقتها، فجاء على تهديم وتفجير أغلبها. وكان من أبرز تلك الكنائس كنيسة الساعة، وهي من المعالم الأثرية إذ يمكن رؤيتها من أغلب مناطق المدينة، ودير مار إيليا الأثري والذي يعود تاريخ بناءه إلى القرن السادس الميلادي. كما دمر داعش في مدينة قرقوش كنائس حوش البيعة الأربعة، وأبرزها كنيسة الطاهرة الكبرى والتي تعد أكبر كنائس العراق ومن أبرز كنائس الشرق الأوسط، بعد أن حولها التنظيم إلى مقر لتعذيب الأبرياء، بينما تحاول اليونسكو إعادة ترميمها، وهي الكنيسة التي زارها بابا الفاتيكان خلال زيارته التاريخية للعراق. لا يمكن لأحد أن ينسى واحدة من أبشع صور الدمار والإجرام في التاريخ الحديث، عندما أقدم عناصر التنظيم على اقتحام متحف الموصل المليء بقطع أثرية لا تقدر بثمن وتماثيل تعود لآلاف السنين، سرق عدد كبير منها وشرع إلى تدمير البعض الآخر الذي لا يمكن حمله. تحررت الموصل وجاءت مرحلة الإعمار، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية لمدينة الموصل بعد انتهاء عملية تحريرها من مسلحي تنظيم داعش بأكثر من مليار دولار، بينما ستكلف إعادة إعمار شبكات المياه والمجاري والكهرباء وافتتاح المدارس والمستشفيات في الموصل مبلغا يتجاوز التقديرات الأولية بأكثر من ضعفين. مبالغ الإعمار اختلفت، فمستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي حينها أكد أن إعمار محافظة نينوى قد يكلف 16 مليار دولار، بينما كشف السيناتور الأمريكي لينزي جرام أن العبادي يعتقد أن إعادة إعمار محافظة الأنبار ومدينة الموصل في نينوى سوف تكلف نحو 50 مليار دولار، وفقا لحديث دار بين جرام والعبادي. إضافة إلى أزمة إعادة الإعمار وتأخرها، هنالك أزمة أخرى يواجهها أهالي الموصل الذين نزحوا من المدينة ومن الأقضية والنواحي الأخرى في محافظة نينوى. موجة النزوح بدأت منذ بداية سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل، فلجأ العديد من الأهالي إلى محافظات الإقليم كأربيل ودهوك، بينما نزح عدد آخر من المواطنين إلى باقي المحافظات هربا من بطش داعش ووحشيته. وخيمات النزوح التي أنشئت على عجالة في ذلك الوقت شابها ما شابها من خروقات لحقوق الإنسان، فبعضها لم يكن صالحا للعيش البشري وفق مراقبين، فلا غذاء ولا كهرباء ولا ماء. إلى اليوم لا يزال عدد من المخيمات قائما، ولا يزال المواطن يبحث عن فرصة للعودة إلى بيته أو حتى ركام بيته ليعيش ويشارك في بناء مدينته بعد تحريرها من تنظيم داعش قبل 4 أعوام. مساعي حكومية وأممية ومؤتمرات دولية ولجنة تلو الأخرى تشكل للإشراف على إعادة إعمار الموصل وإعادة النازحين إلى أماكنهم، ولكن واقع الحال يؤكد أن الأمر قد يحتاج مزيدا من الوقت لعودتهم جميعاً.